العمارة المستدامة والمباني الخضراء عنوان ورشة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اهتماما منها بمناقشة القضايا المنتشرة على الساحة المحلية والدولية خلال الربط بين الاقتصاد الأخضر والعمارة الخضراء والعوائد الاقتصادية المتوقعة. أهم التوصيات اللي اتناقشنا فيها في الندوة النهاردة واستحداث بعض المواد الخاصة بالبيئة في التعليم الأساسي الخاص بالطلاب، كيفية استحداث التكنولوجيا في بناء المباني سواء الإدارية أو المعمارية. التنسيقية وسعت لتبرز دور وزارات البيئة والإسكان والتخطيط في تحليل التجارب المماثلة وكيفية تطبيقها فيما يتناسب مع العوامل المناخية وخلق بيئة مناخية جميلة خضراء في المدن الجديدة وتطوير القرى في مصر. خرجنا بأهم التوصيات حاليا لتنفيذ العمارة المستدامة على نطاق الجمهورية في ظل توجهات الدولة ورؤية مصر 2030، وهي أن احنا بعض تعديل القوانين من خلال أن يكون في نظام تطبيق نظام تقييم للمباني الخضراء. جلسة كانت عن العمارة المستدامة، ويمكن أهم التوصيات اللي طرحها الضيوف وأعضاء التنسيقية في لجنة المناخ أن ممكن يبقى في مجموعة بيئية على قرار المجموعة الاقتصادية بتضم مجموعة من الوزارات المعنية وكمان الخبراء في كليات الهندسة. خلال انعقاد الورشة خرجت التنسيقية بضرورة إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات والتخصصات المختلفة لإبراز مدى أهمية التعاون بينهم لتحقيق ثراء مخرجات الحوار الوطني.